اهو على الريحه. يالا ايه هو انت دراعك بقى سابقك على طول كده؟ يا اهلا اهلا بيك انت كمان. الصراحه بقى الحق ما يسكتش عليه، كسر حق اربع تربع. يا راجل الراجل سايب اهله وناسه ومتغرب وقاعد وسطينا ومراته خدوها منه. الصراحه بقى مرجله منه انه ما ردش عليك. اه صح مرجله. بكره تشوف يا كريمه المرجله اللي بجد. انا همشي، بس الاصول بتقول يا ابن الناس انك تتاسف له عشان يرجعك شغلك. اه بكره الصبح الساعه 9 بالليل. مع السلامه. انا حسن. اه انا كل ما اروح في حته الاقيك مضايق الناس كده. بقول لك ايه؟ هات والدتك يا شيخ، انا عاوز اشوف سلطانه. ما ينفعش يا محمد، ما انا قايل لك درجه قرابه اولى. ما انا جايبك ليه؟ انا جايبك عشان تتصرف. كنا احنا اصلا كمحامين بنقابلها في وقت معين يا عم حمدي. الموضوع مش هتكيف يعني. احنا لازم نشوف سلطانه. طيب هحاول يا عم حمدي هحاول. هتتصرف صح؟ اشوف سلطانه. لا يحصل، والله لا يحصل. ما تجيب لي قهوه بقى يا عم حمدي. قهوه؟ اه. خليهم اتنين يا. حد من بره شم من هنا في موبايل في العنبر هتبقي انت اللي فتنتي علينا. وحياة بنتي ما حد هيعرف. ايه يا ولدي؟ شو؟ في ايه؟ هاتي التليفون. لتحت المخدة. بقولك ايه؟ أنا هدفع لك مكانه باكيتة عصير كاملة أول ما تجيلك البونات ردها لي. حاضر بسرعة. حاضر وما تبكيش كتير.